يمشي كل مره للسلطات المحليه ربما الاسبوع. نعم. هذا جماهير غفيره جدا حكيم شاهد للمسؤول الاول على الولايه باش اعطاه مراتب وراتبين صحيح راتبين لشهرين دون غير ميزانيه ولايه يعني وكان فريق ومدينه تاع كره حكيم. مدينه كره صح مدت كثير من اللاعبين للفريق الوطني واليوم حتى عندهم كره جميله نظن عندهم حظوظهم ما زالت قائمه.